هتعمل ايه؟ لابتوب شغال يا جماعة، شغال مفيش حاجة. كان شغال يا عم الحاج جدي. طب ادهوني. طب ايه مشكلته؟ عايز افهم ليه بيتعدم بالشكل ده. دي يا جماعة ماكينة تحطيم كل شيء وأي شيء. يا لهوي، ده حرام ولا حلال؟ أنا عايز أفهم يعني. شغال يا جماعة، شغال يعني جديد، حتى الكيبورد بتاعه شكله نضيف كمان، نوعه توشيبا يعني حاجة كويسة. طب كفاية. طب حتى يعني استفاد بأي حاجة منه؟ ملهاش حل تاني يعني؟ حتى الحجر. طب اديني الحجر، دمره كله اديني الحجر انا يعني. طب اي حاجة. طب حتى البطارية يا عم الحاج. تعبت نفسيا. ليه الخراب ده؟ يعني بأمانة يا جماعة، في ناس مش قادرة تاكل، انتوا بتعملوا ايه؟ يعني ده لو اتفكك كده ملوش أي استخدام، لو في مشكلة يعني أو بايظ ملوش أي حل تاني. إذا هنا يا جماعة قبل لايك وشير للفيديو، شاركوا في القناة وفعلوا الجرس. راح قلبي معاك يا ولدي، راح قلبي معاك.